معكم هند بن جبارة، ممثلة مغربية. تعرفت عليا مؤخرا أكثر في مسلسل ياقوت وعنبر في الدور ديال نبيلة. مرحبا بكم عندي ومرحبا بكم في مدينة فاس من جديد. أنا كيف ما شفتي كنقضي الحجر الصحي مع العائلة ديالي، مع الوالدين وخوتي اللي ما كيعرفوهمش، وربما كاين ناس اللي كيعرفوهم أتخافير لي غيزو سوسيو، سلمى ونوها وسي محمد. ودونك فوالا، علاقتي علاقة ديال الأسرة مغربية، كتحاول بالوسائل اللي عندها أنها تحمي راسها من فيروس كورونا وأنها تطبق الحجر الصحي. وفوالا دوزت معهم رمضان، من شحال هادي ما دوزتوش من الاول حتى التالي مع العائله بحكم العمل وبحكم لي ديبلاسمون. وهذا العام كانت فرصه زوينه اني جلست معهم هذا الوقت كامل. هي تجربه زوينه بزاف وما كنظنش واش غادي تتكرر، وكانت واحد يعني كانت مفاجاه بالنسبه ليا، وكانت اضافه زوينه بزاف في المسار ديالي الفني. وكنتمنى ان شاء الله يتاحوا لي فرص في المستوى ديال ياقوت وعنبر او افضل، لان الانسان ديما تيكون طموحه انه يزيد القدام وما يرجعش، يعني ما يدغراداش، يكون ديما في التطور. نبيله صراحه انا ما نبغيت حتى شي بنت تكون في الظروف اللي عاشتها نبيله، ما بغيت حتى شي وحده يكون تكون النفسيه ديالها مضغوطه و يعني فراجيل بهذاك الشكل. نبغي البنات كلهم يكونوا قويات ويكونوا كيواجهوا المشاكل ديالهم للاسريه ولا العمليه بشكل جريء. فنبيله النقط المشتركه بيني وبينها هو ربما كانت في الماضي، ربما قبل ما تولي هند بهذا الشكل دابا، يعني خرجت نخدم وولات تربت عندي واحد الشخصيه اللي نقدر نقول عليها قويه وكتحدى. قبل كانت شخصيتي شويه يعني كنت كنخاف دغيا، كنت كنحشم بزاف، كنت ما كنجرأش. ف يعني شرف لي انني تعديت هذيك المرحله، وليت الحمد لله يعني ثايقه في راسي، وكنحاول انني نفرض راسي في المجال الفني وحتى في العلاقات ديالي. نبيله مختلفه عليا كثير كثير، نبيله بعيده على هند كل البعد. صراحه انا الادوار ديال الام كيأثر فيا بشكل كبير، لان ملي كيوقع مشكل اسري كتكون الام هي ديك الحلقه اللي كتضر بزاف. فاللي اثر فيا يعني من بعد الدور ديال نبيله او اون باراليل مع الدور ديال نبيله هو الدور ديال عنبر اللي لعبته استاذه نورا السقلي، الدور اللي مركب ودور اللي حتى هي ألمها كثير وبقى عايش معها كيف ما شارت هي في ديزانترفيو، وكذلك من خلال مشاركتي لها في التجربة ديال ياقوت وعنبر، دور اللي أثر فيها مني بدات كتخياه يعني في الكتابة حتى عشته ولعبته وحتى فاش تفرجت فيه. وأنا كان عنده بخيسك نفس الامباكت عليا، دور اللي صعيب بزاف. فكيفاش المرأة أنها تبدل الكبدة ديالها بولد ديال ناس واحدين أخرين غير باش ترضي الزوج ديالها لأنها كتبغيه وباغي تحافظ على الأسرة ديالها، ماشي سهل انها تعيش بهذا السكري مده 25 ولا 26 سنه، يعني واحد الالم اللي عظيم ما تقدرش تخيله. هذا هو الدور اللي اثر فيا بزاف. سي فري هذا الموضوع تطرح بزاف في لي ريزو سوسيو حتى انا شفته، ولكن قبل ما نهضر عليه بغيت نوجه تحيه للزملاء ديالي في الميدان اللي اشتغلوا في التجربه ديال شهاده ميلاد، من اخراج التشخيص لكل يعني لي ديبارتمون. خاصه كاين ممثلين اللي انا سبق لي اشتغلت معاهم بحال الفنان عبد الاله رشيد السنه اللي فاتت في رضات الوالده الجزء الثاني، فتحيه لهم على المجهود الكبير اللي داروا. فهادشي اللي نقدر نقول، اما باش نعطي رايي زعما واش نفس السيناريو ولا لا، ما عنديش معلومات موثوقه. حتى انا كنتسنى الحسم يعني من الناس اللي متخصصين في المجال ولا سيناريست سورتو، يعني كنتسنى حتى انا توضيح تشابه الناس زعما كيقولوا بانه كاين اكيد، غير منين جاي ما عرفناش. وانا ما كنردوش بصراحه، ما نقدرش نرجعوا للضعف ديال الانتاجات المغربيه، لان الا وقع هذه المره تشابه فكاين اعمال اخرى اللي بعيده كل البعد وفيها ابداع كبير، وكل عام كنشوفوا قصص جديده وكنشوفوا سيناريوهات اللي فيها ابداع كبير. وغير ياقوت وعنبر ما كانتش فيه قصه وحده، يعني الا لاحظتي كان واحد المجموعه ديال القصص اللي كتاليمونتي اولا كتصب في القصه الرئيسيه اللي هي ديال التبدل ديال الاولاد. فغير هذا راه واحد الغنى كبير، وكاين تبارك الله غنى زعما وتنوع كبير على مستوى الساحه الفنيه اللي ما يمكنش نفيوه ابدا. كيف ما قلت لك يعني غير دابا راه انا التقييم ديالي زعما جد ايجابي وجد متفائل، ممكن نكون احسن بزاف ومازال غادي
نطوروا ان شاء الله، ولكن احنا كنظن غاديين على الطريق الصحيح، وكنشوفوا من عام من مور عام الانتاجات المغربيه سورتو في الموسم الرمضاني كتطور، لا الكوميديا ولا الدراميه. انا تبعت هذا العام بكل شغف وبكل حب لا سيت كوم ديال لا كوبيراتيف، كانت كوبيراتيف زوينه بزاف بزاف ما سخيتش بها، فبالنسبه لي كاين تطور. انا بغيت غير نقول لهم راني كيف ما كنت ذكرت هذاك خلاف كان بسيط وكان خلاف مهني ماشي خلاف شخصي، وسكينه ما عندي معها حتى شي مشكل، وكنكن لها كل الحب والاحترام وكنتمنى لها كل التوفيق في المسيره الفنيه ديالها. وفي هذا الوقت بصراحه يعني راه كل واحد في داره وكل واحد يعني في مدينته بسبب الحجر الصحي، ولكن لا ما نقدرش نتكلم على خلاف، لا الحمد لله. تكلمت فعلا قبل على الخيانه، وتعرضت للخيانه بانواع كثيره، يعني ملي كتشوف الانسان يعني في المسيره ديال ولا بد غادي يتعرض للعثرات، ومن ضمن العثرات تتكون هاد الضربات اللي كتجيك من اقرب الناس ليك. ففعلا تعرضت للخيانه من طرف اصدقاء وصديقات كثار للاسف، ولكن انا مسامحاهم واستطعت انني نتجاوز هذيك الخيانه، لان الا ما تسامحتيش ما غاديش تكمل، وغادي يبقى قلبك عامر بالحقد، وهذا الشيء غادي يفرانيك انت الاول، ما غاديش اكثر ما غياثر على الناس اللي محيطين بك. فهي هذه في الاخير بغيت نوجه تحيه كبيره وشكر جزيل للمتابعين ديالي من جميع مدن المغرب وكذلك من خارج المغرب، شكرا للحب ديالكم، وانا مستمره بوجودكم وبالدعم ديالكم، ونتمنى نكون ديما في المستوى المطلوب، ونتمنى نكون ديما عند حسن الظن ديالكم. وشكرا لكم بزاف مره اخرى، وشكرا كذلك لموقع فبراير على الزياره الجميله وعلى الاهتمام وعلى التشجيع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.